أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان على الجهود الطيبة التي بذلتموها من أجل انعقاد ونجاح قمتنا هذه التي انتظمت تحت شعار معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي. الشيء الذي عبر بجلاء عن إصراركم أصحاب الفخامة والسمو والمعالي على الدفع بمسيرة التعاون بين إفريقيا والعالم العربي للأمام. إننا على يقين من أن قمتنا هذه شكلت فرصة ثمينة لتعميق التشاور بيننا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وستدفع بالعمل العربي الإفريقي المشترك إلى آفاق رحبة من التعاون والتكامل بين الفضائيين. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، ليسعني في الختام إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس المشارك لقمة العربية الإفريقية الثالثة على استعداده الدائم لمساعدة وتمويل التنمية في إفريقيا. كما نقدم أيضا جزيل الشكر لجمهورية غينيا الاستوائية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أود بهذه المناسبة أيضا أن أتوجه باسمكم جميعا بأحر التهاني إلى لجنة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على الجهود الجبارة في تحضير أعمال هذه القمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.